قول ان انا هستخدم ايه في البصاره. عايزه كيلو فول مدسوس، طبعا الكيلو دوت ممكن تعمله نص كيلو ربع كيلو زي ما انت عايزه. مع على الكيلو بحط بصلتين اربع تربع، بحط عليهم فلفل احمر حار اللي هو السليم اللي هو الحامي بتاعنا، يتحط برضو مع البصاره يا دوب تتغسل وتشال العنقود بتاعه ويتحط في الحل. بنحط ايه؟ معلقتين كبار نعناع، يا اما ناشف يا اما فريش زي ما انتوا عايزين، اللي موجود عندنا ومتاح هنستخدمه. 10 فصوص توم سلام، حزمتين كزبره وحزمتين بقدونس. في ناس بتحط شبت بس انا بصراحه ما بحطش شبت، انا بحط بقدونس وكزبره بس. هحط طماطميه عشان تبقى مدياني لون محمر شويه، مكعبين مرقه عايزه تشيليهم ما فيهمش اي مشكله، بحط كمون كزبره ناشفه وملح. ده كله بيتحط هنا مع الفول. الفول بيتنقى كويس قوي، ما بقاش في حاجه مسوسه، ما بقاش في حاجه مخرمه، يبقى الفوليه سليمه كده ما شاء الله عليها. بنقيه وبشطفه وبغسله كويس جدا واصفيه وبنقعه حوالي نص ساعه في الميه، يبدا يفنش بس معايا كده ويبدا يطرى، وبعد كده بحط عليه كل المكونات وبحطه على الحله وازوده شويه ميه لحد ما يستوي ويبقى شكل الفوليه معانا بالشكل ده. خلصت سلق البصاره، بروح عامله كده تمام. عندي الخلاط هاجي اضربها، بس انا هحطها على ايه او هطشها على ايه؟ على شويه ثوم وشويه زيت. ما احط الزبده، الزبده هتجرمز. في ناس بيعملوا حاجتين، يا اما بنغرفها في اطباق وبنحط عليها البصل من فوق مع حبه الشطه وبنركنها اطباق جاهزه على الاكل على طول، يا اما في ناس بتحب تاكلها سخنه بتسيبها في الحله وبتيجي بتغرف على قدها على قد الاكل على طول. بس انا واحده من الناس اعوذ بالله من كلمه، انا بحب ارصها كلها في الاطباق و بحطها بركنها على جنب على الاكل على طول، لان واحده من الناس ما باكلهاش سخنه، لازم تكون بارده عشان تتقل معايا. اما بنيجي نضربها ما بزودهاش ميه، علشان اولا ما يبقاش لونها فاتح قوي، انا بحب البصاره تكون مغمقه شويه وتكون تقيله. لما بتخف احنا في ناس بتحط لها نشا وفي ناس بتحط لها دقيق عشان تتقل، كل ده انا ما بعملوش، لا، نقلل الميه بتاعتها وهي بتتسلق ونقلل الميه بتاعتها وهي بتتضرب في الخلاط، هتدينا اصلا خليط تقيل. تعالوا نشوف مع بعض شكل البصارة بتاعتنا لما اتسلقت شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده، بصوا المية بتاعتها يدوب على القد، بصوا المية بتاعتها زي الفل ازاي. حطلها ايه؟ حطلها بصل وحطلها ثوم وبقدونس وكزبرة وحطلها نعناع ومكعبين مرقة وملح وكمون اهو بالشكل ده كده. هبدأ دلوقتي اجيب الخلاط بتاعنا علشان اضرب فيه البصاره، وبرده هحضر مصفى علشان ابقى ضامنه ان مفيش حاجه من الخضره تبقى واقفه في البصاره وانا باكلها. يبقى هنضرب ونصفي ونشوف هنطش بايه. كده اهو، بصوا بقى احط ايه شويه الميه كده، ما ادخلهاش اي ميه من بره عشان انا عايزه اللون بتاعها يكون غامق وفي نفس الوقت تبقى تقيله. واصبح على مريم والله صباح الفل. الو الو، صباح الهنا. سامعيني يا مريم؟ الو مريم، هي فصلت ولا معانا؟ الو الو، سامعيني؟ الو الو يا مريومة. طب حاولي تكلميني تاني يا حبيبتي، نورتيني باتصالك. بصوا بقى كده بنضرب ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تكون المايه قليله ما تبقاش كتيره. بسم الله، بصوا لون البصاره عامل ازاي، لون يفتح النفس، ولا هي غامقه قوي الخضار اللي يضايق، ولا هي فاتحه قوي ان هي تحس ان هي بهتانه، تحس ان الخضار بتاعها متوسط. عايزه بس انزل الحاجات اللي فوق اللي ما اتضربتش دي، متقامين سوا. ونرجع نضربها تاني. بسم الله، كده اهي اتضربت كويس قوي، واعمل كده. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، ده لون البصاره المفروض يبقى عندنا.
ولا غامقه قوي وخضره وزياده ولا تبقى بهتانه معانا. عندي حل على النار، بس قبل نرجع بقى للبصاره بتاعتنا، ادي حل على النار فيها شويه زيت سندباد، وعندي تومه اعمل كده بسم الله، اصبح على اسراء والله صباح الهنا. الو، حاولي تكلميني تاني يا اسراء، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. بصوا كده حطينا كزبره مع التومه في شويه زيت سندباد، وابدا دلوقتي امسك المصفى واصفي البصاره بتاعتنا، اطش بيها التومه بالكزبره. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها هايله والله، انا مش عارفه هي ريحه البصاره ولا ريحه الفول اللي اتجنن اللي انا شماها دي. ونوطي النار خالص يا اما نغطي علشان كده هتبهدلنا. نيجي نمسك بقيه كميه البصاره بتاعتنا، طبعا اللي بيحلي البصاره كمان حبه التقليه اللي فوق الوش، اللي هو بيبقى عباره عن بصل متقطع بحطه في مصفى. خلوا بالكم من حته بحطه في مصفى دي علشان ينزل الميه اللي فيه، وقبل ما احمره بروح معفراه بشويه دقيق ورشه ملح، وابدا ان انا اقليه علشان يطلع لي مقرمش ويفضل لتاني يوم، واما اجي احطه على البصاره يبقى مقرمش ما يتراش معي. تمام، حاضر. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ هكمل بقيه ضرب البصاره واطشها على باقي الكميه بتاعتنا، ولما نيجي نشوف هنتبلها ونقدمها ازاي وشكل البصلايه هتكون عامله ازاي، وهنقدمها بشكل مختلف النهارده ان شاء الله.